السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا الكرام، يا رب دايما في أحسن حال. لقاء جديد وحلقة جديدة من مسابقتنا الرمضانية اللي بنقدمها على قناة اختراعات سهلة وبسيطة لرمضان 2022 بعنوان آيات من القرآن الكريم. كل يوم هنسمع آية قرآنية، المطلوب تقول لنا رقم الآية واسم السورة اللي ذكر فيها هذه الآية. سؤالنا كل يوم في جزء مختلف من أجزاء القرآن الكريم. النهاردة إن شاء الله 22 رمضان، سؤالنا هيكون في الجزء الـ 22 من أجزاء القرآن الكريم. شروط مسابقتنا زي ما قلنا قبل كده شرطين اتنين: الشرط الأول إنك تكون مشترك في القناة، الشرط التاني إنك تجاوب 30 حلقة إجابات صحيحة علشان تدخل معانا السحب على الجوائز القيمة اللي هيتم الإعلان عنها في نهاية الشهر الكريم إن شاء الله. ودلوقتي أسيبكم مع سؤال الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. زي ما سمعنا كده، ده كان سؤال حلقتنا النهاردة، السؤال الـ 22 من مسابقتنا الرمضانية الموافق اليوم الـ 22 من أيام رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لو كنت عرفت الإجابة اكتب لنا رقم الآية واسم السورة اللي ذكر فيها هذه الآية. سؤالنا كان في الجزء الـ 22 من أجزاء القرآن الكريم، مش هطول عليكم. وفي النهاية تحياتي لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.